السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. يا رب الطاقه الايجابيه ويا رب الفرحه ويا رب الهنا والسعاده لجميع مواليد برج الحمل. برج الحمل، انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا. انت داخل على الفيديو ده، خد اللي ينطبق عليك منه واللي ما ينطبقش عليك ما تاخدوش. القراءة عامة يا جماعة ومفتوحة، علشان محدش يقول لي انت بتقولي كلام مش منطبق عليا. لا، انت ليك جزء معين في القراءة والباقي طبعا ما يخصكش. فكل واحد زي ما هو منتظر. البعض منكم ممكن يكون منتظر مولود، البعض منكم ممكن يكون منتظر سفر، البعض منكم ممكن يكون منتظر تغيير. فانت خد اللي يخصك. يا رب السعاده والهنا، ويا رب جميع مواليد برج الحمل حبايب قلبي يكونوا الفتره اللي جايه يكونوا مبسوطين وفي سعاده. التاريخ الفيديو بتاعك النهارده يا برج الحمل 14 مارس، ده تاريخ الفيديو بتاعك، التاريخ علشان مصداقيه قناتك. قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين. ما تدخلش عليا باللايك الحلو وبالتعليق اللي بتقوله لي، بيبشرني بالخير وبهتم جدا بفيديوهاتكم. ما تنساش اللايك اهم حاجه. نشوف مع بعض توقعات برج الحمل الفتره اللي جايه فيها ايه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اليومين دول انت حيران، او اليومين دول انت زعلان من حد مقرب او عزيز على قلبك. عندك هنا دعوة مستجابة، او انت بتدعي ربنا الفترة دي بقدر المستطاع. في دعاء عندك مستجاب باذن الله، او بشرة خير، او بشرة زواج، بشرة طاقة ايجابية، الله اعلم. بس انت عندك دعوة مستجابة باذن الله، والدعوة دي هتكون فيها طاقات ايجابية، او اقدر اقول لك ان في تبشرات حلوة انت هتبشر بيها الفترة اللي جاية، وهتكون طاقة تانية خالص طال انتظارها في حياتك. فعشان كده بلاش القلق وبلاش الحيرة اللي انت فيه اليومين دول. انت ما تعرفش ربنا مخبي لك ايه او ربنا كاتب لك ايه. فان شاء الله باذن الله كمان الفترة اللي جاية هيكون فيه تغيرات على جميع الاسر. انت عندك حظ، والحظ ده واقف جنبك. بس اي نعم اليومين دول فيه شوية عراقيل، بس الفترة اللي جاية هيكون فيه تغيرات ايجابية او عامة لجميع حياتك. في فرحة حلوة جدا، الفرحة دي هتكون فيها طاقة ايجابية، او هتكون فيها تغيرات ليك. انتوا على موعد خطوبة، او على موعد جواز، او على موعد طاقة تانية خالص. كمان الفترة دي انتوا احسن من فترات كتيرة. ليه؟ اسألوني ليه؟ هقول لكم. علشان خاطر انتوا عملتوا حدود ما بين ناس كتيرة جدا في حياتكم، او اغلبكم قطع علاقاته مع ناس، او اغلبكم طلع ناس من حياته حرفيا الفترة دي. فعشان كده انت حاسس ان انت وحيد، او حاسس ان انت لوحدك ومفيش حد جنبك. بالعكس، انتوا عندكم طاقة ايجابية. في نفس الوقت كمان انتوا حاطين هدف قدامكم، او حاطين حاجة جديدة او حاجة معينة قدامكم. البعض منكم حاطط طريق معين، البعض منكم عنده سفر، الله اعلم. فانتوا قدامكم ثلاث خطوات، او رقم ثلاثة ده بيميز لكم حاجة معينة، او ممكن يكون ثلاث ساعات، ثلاث اسابيع، ثلاث ايام، الله اعلم. وان شاء الله باذن الله هتحصدوا على خير، او هتمشوا في طريق خير باذن الله. خلوا بالكم انه العين جايلكم من المقربين لقلبكم، والعين دي هي اللي مخلية فرحتكم ما بتكملش ابدا، ومخلية دايما عندكم رجوع، وعندكم مشاكل سلبية في اغلب حياتكم. ودايما اقول لكم ان علاقاتكم العاطفية ما بتكملش، عندكم قلب في الامور، او عندكم تفتيش في الامور في حياتكم العاطفية. فدايما حاسين انه في مشاكل سلبية. اقدر ابشركم ان اكتمال فرحة على خير. كمان البعض منكم حرفيا مش مرتاح في ارض بيته، او مش مرتاح مع اهل الشريك، او مش مرتاح مع اهله هو، الله اعلم. بس في ارض بيتك انت مش مرتاح، وده حاسس بالكتل، او حاسس بالطاقات السلبية. البعض منكم ممكن يكون عنده محكمة، المحكمة دي هتكون خير، وهيكون فيها تغيرات جذرية، او هتاخد فيها حكم في صالحك انتم. ما تقلقوش خالص، المحكمة دي تبشرات حلوة باذن الله، وهتكون طاقة ايجابية. واقدر ابشركم ان انتم ناويين تحصدوا خير، او انتم ناويين على هدف معين في حياتكم. فان شاء الله باذن الله الهدف ده هيبشركم في حياتكم. كمان البعض منكم ممكن يكون عنده مواجهة، فالمواجهة دي مش عايزاكم تكونوا متسرعين ابدا في كلامكم، وتكونوا حريصين جدا على كل كلمة بتطلع من لسانكم، عشان محدش يشمت فيكم ابدا. كمان اقدر اقول لكم ان انتوا علشان طيبين والحاسة السادسة عندكم عالية،
خلي بالكم او احرصوا على حد قريب منكم، الحد القريب منكم ده عايز يأذيكم وبيدخل بيتكم، ودايما هما السبب الرئيسي اللي في مشاكل بينكم وما بين الشريك، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. يؤسفني ان اقول لكم ما تزعلوش مني، وطبعا القراءة تنطبق على الجميع، خد اللي يخصكم واللي ما يخصكمش ما تاخدهوش، في طرف ثالث مع الشريك او في حد بيتدخل في خصوصياتكم، فخلوا بالكم من النقطة دي. لو انتوا مهملين مع الشريك ففي طرف ثالث بيتدخل في علاقاتكم او في مشاكلكم، فخدوا حذركم الفترة دي. عندكم تغيير حلو جدا، او تغيير ارض بيت، او شراء حاجة جديدة، الله اعلم. البعض منكم ممكن يكون مستني فلوس عندكم، البعض منكم مستني حاجة معينة. عندكم هنا ست، الست الكبيرة في السن دي عجوزة ودايما بوشين، او الست دي بمعنى اصح معاكم بوش ومع غيركم بوش، يعني هي بوشين، ست كبيرة في السن، خلوا بالكم منها عشان هي ما بتحبش الخير ابدا. بعد ما بتمشي او انتوا بتكونوا قاعدين معاها، بمجرد ما بتمشي بتتكلم عليكم، بتجيب في سيرتكم في حاجات مش كويسة، فخدوا حراسكم او خدوا حرص منها، وكونوا دايما على يقين ان انتوا هتكونوا تعرفوا تردوا عليها. عندكم هنا اكتشاف حقيقة، الحقيقة دي ما تزعلوش مني، هي هتزعلكم شوية بس من بعدها هتحطوا النقط على الحروف وهتتغيروا 180 درجة، وهتحسوا قد ايه ان انتوا كنتوا مغفلين، او انتوا قد ايه كنتوا طيبين زيادة عن اللزوم مع الشخص الغلط في الوقت الغلط. كمان الفترة دي من اكتر الفترات ان كان فيها مشاكل او كان فيها صراع بينكم وبين نفسكم، بس خدتوا القرار خلاص ان انتوا هتحلوا المشكلة دي بكل هدوء، وكمان هتتعاملوا احسن المعاملة. كمان الفترة دي ممكن يكون الشريك عنده سحر، او الشريك مهموم، الشريك متقلب المزاج اليومين دول لدرجة ان انتوا مش فاهمين الشريك خالص، ودايما بتقولوا فيه ايه اللي بيحصل معاك. بدأ يكون في نفور، بدأ التغيير في العلاقة، بدأ تغيير في المعاملة وحسيتوا بالتغيير، فخدوا حذركم. تقليب المزاج ده بيدل ان الشريك فيه امور عنده سلبية او فيه كتب، فخلوا بالكم كويس جدا من الشريك وكونوا حريصين. كمان البعض منكم حاسس بالوحدة، البعض منكم حاسس ان هو منعزل تماما عن الناس، وحاسس ان هو مفيش اي تجديد في حياته. الفترة دي كمان عندكم وجع في رجليكم او وجع في جسمكم بطريقة كبيرة، او عندكم شوية مشاكل، عندكم ممكن يكون العين مأثر عليكم تأثير سلبي، او من السحر اللي معمول للشريك مأثر عليكم انتوا كمان او على الاولاد، وعشان كده انتوا اليومين دول حرفيا بتحسوا بصداع مستمر، او اكتر مشاكلكم رجليكم وتكتيف من غير اي سبب، وده بالضغوط النفسية. وزي ما قلت لكم انتوا عندكم نفور بينكم وما بين الشريك علشان خاطر المشاكل، في حد عندكم بيستغلكم، خدوا بالكم كويس جدا. انتوا عندكم علاقة متبادلة، بس في ضعف، لاما انتوا ضعفاء مع الشريك او لاما الشريك ضعيف معاكم. كمان انتوا عندكم موضوعين، والموضوعين دول محيرينكم، او الموضوعين دول مخلينكم مش عارفين تفكروا كويس جدا، عندكم حيرة من امركم، او عندكم حيرة من حاجة معينة شاغلة بالكم، فدايما اقول لكم خدوا حرسكم وخلوا بالكم. ان شاء الله كمان الفترة اللي جاية البعض منكم اللي مقدم على وظيفة، او اللي مقدم على شغل، او مقدم على حاجة معينة، باذن الله باذن الله هيكون في قبول، وهيطلع من الشغل او هيطلع من الحاجة اللي هو مقدم عليها مبسوط وسعيد. انتم من الاشخاص اللي طيبة جدا، او من الاشخاص اللي هي دايما متألقة ودايما عندها ثقة في ربنا ان هيبشرها بالخير، فدايما اقول لكم خدوا بالكم من الاشخاص اللي مزيفين. عندكم كمان حب من ناس متبادلة، في ناس عندكم بتحبكم، بس ما تخلوش حد ابدا يستغلكم علشان الاستغلال عندكم. كمان اقدر اقول لكم انه حرفيا اليومين دول عندكم اتنين ستات، الاتنين ستات دول بيدوروا وراكم ان هم يأذوكم او يقلبوا في اوراقكم. عندكم الست واحدة طويلة، والست دي حريصة جدا على كل كلمة، خلوا بالكم ممكن تكون هي طويلة، وكمان تحسوها كده تخينة يعني، او جسمها طول بعرض، خدوا بالكم من الست دي، الست دي بالها مشغول بيكم.
هي تخينة وتحسنها طول بعرض، فخلوا بالكم منها علشان هي بتأذيكم. الست دي من المقربين ليكم، خدوا بالكم منها، هي مقربة ليكم. عندكم كمان الفترة دي علاقة أو حاجة معينة في موضوع معين، أو في كشف ورقة هيطلع، وهتلاقوا حد مش عايز يخسركم ولا عايز يبعد عنكم. كمان انتوا صابرين على حد بيأذي فيكم، وبتقولوا ان شاء الله بإذن الله الامور هتبقى فيها تحسن. خلوا بالكم انتوا من اكتر الفترات دي اللي انتوا حاسين بالطاقة السلبية، علشان اتغدرتوا من ناس كتيرة جدا. اقدر ابشركم بخبر حلو هيجي لكم، او بتوقيع ورقة هيكون فتحة خير ليكم، الله أعلم. وأقدر أقول لكم كمان إن بإذن الله هيكون في مصلحة حكومية عندكم، أو ورقة عاطلة في محكمة، أو ورقة في معينة إن شاء الله بإذن الله هتكون فيها فرحة أو تغيير حلو. خلوا بالكم الفترة دي إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب، بس خلي عندكم يقين إن بإذن الله، بإذن الله بفضل ربنا، كل الفترات اللي جاية هتكون فيها تغيرات أو فيها فرحة طال انتظارها، بس كونوا حريصين الفترة دي. عندك قرار، او عندكم وقفة، او عندكم حاجة معينة هتاخدوا القرار الصح، او الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا هتدافعوا عن نفسكم. ممكن البعض منكم هيكون مستني جلسة محكمة، او البعض منكم هيكون مستني مواجهة معينة، او البعض منكم هيكون مستني حاجة معينة، فانتوا عندكم دفاع عن حق، او ممكن كمان يكون عندكم وقفة حق او شهادة حق، الله اعلم. بس انتوا هتقولوا الحق في موقف الفترة اللي جاية. في كمان صلح بينك وما بين حد الفترة دي، او هيبقى في كلام بينكم، يعني هيكون كلام صدفة، بس الامور هتتصلح بإذن الله. بلاش طيبة القلب الزايدة عن اللزوم، عشان طيبة القلب بتوقعك في مشاكل، او طيبة القلب هي اللي بتعمل لك الهموم اللي انت فيها حرفيا. دايما اقول داري على شمعتكم علشان تكمل، داروا على فرحتكم علشان تتم. كام مرة بتكونوا عايزين تفرحوا والفرحة عندكم ما بيكملش، بسبب ان انتوا بتحكوا عن فرحتكم، واللي بيقول ما بيحكيش ما تزعلوش مني، اقول لكم انتوا كدابين. انتوا دايما بتحبوا، انتوا بتحكوا بنية صافية، بتحكوا ان انتوا عايزين تفرحوا اللي حواليكم، بس ما تعرفوش ان ممكن يكون اقرب ما ليكم هم اعدائكم، وهم سبب المشاكل. كمان الفترة دي انتوا حاسين انه في حاجة بتحصل غريبة، والحاجة الغريبة دي بسبب الكلام اللي بيحصل عليكم، او بسبب الضغوط النفسية. كمان البعض منكم ممكن يكون عليه ضغوط نفسيا، او منبع يكون عليكم ديون في حاجة معينة، واخدين قسط عليكم، كارد عليكم، حاجة عايز تسد، الله اعلم. الفلوس عندكم متبخرة، يعني ايه؟ يعني ما فيهاش بركة، ما بتلحقوش تعملوا فيها اي حاجة خالص. كمان عندكم زيادة في المصاريف، او عندكم طاقة معينة في المصاريف، الله اعلم. بس امسكوا على ايدكم شوية، وبلاش التبذير الزايد اللي عندكم، عشان الضغوط النفسية اللي عندكم مش مستحملين فيها. عندكم الفترة دي تغيير في حاجة معينة، أو تغير في جوه قلبك، الله أعلم، فهيكون عندك تبشرات حلوة إن شاء الله بإذن الله. كمان انتوا هنا عندكم دايما دايما يظهر لكم حرف الام وحرف الايه، حرف الام وحرف الايه دول، وحرف الار دول موجودين في حياتكم، وبينكم علاقات او بينكم مواضيع. عندكم حرف الام بينكم وما بينه ارتباط، دايما برج حرف الام في تقلب المزاج، او في امور فيها عراقيل عندكم، وده بسبب الطرف الثالث اللي بيتدخل في علاقات حرف الام، فعشان كده عامل لكم مشاكل. كمان حرف الار، حرف الار وراه ست كبيرة، والست الكبيرة دي بتاعت مشاكل. مش لازم تكون ست كبيرة في السن، ممكن تكون ست كبيرة في الخبرة، او ست كبيرة بتاعت مشاكل، فخدوا حرسكم من الست دي. عندكم كمان حرف الايه، حرف الايه ده شخص طيب جدا، بس مهموم، او الدنيا جاية عليه، او بمعنى اصح مش واخد حقه من الاشخاص اللي حواليه.
عندكم كمان برج التور، برج الحمل، وعندكم كمان برج القوس وبرج الجدي. الأبراج دول موجودين في حياتكم، وبينكم علاقات أو بينكم شغل أو بينكم أمور، أو ممكن يكون البعض منكم يكون في رجوع الفترة اللي جاية. كمان الفترة دي في موضوع اتقفل عندكم، موضوع قديم، الموضوع ده هيتفتح وهتاخدوا فيه قرار حاسم غير الأول. كمان ممكن ما تزعلوش مني ان في علاقة تانية، مش طرف تاني، تفرق في علاقة تانية في حد في حياتكم، لا اما انتوا لا اما في حياة الشريك، في علاقة تانية او في زوجة تانية او في حاجة تانية معينة، فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي علشان النفور. كمان اقدر ابشركم ان انتوا ممكن يكون اوقات معينة وهتطلعوا من الطاقة السلبية اللي انتوا فيها. عندكم حد دايما بيلومكم، حد بيجيب اللوم عليكم، او حد دايما بيمسك فيكم، فانتوا عايزين تاخدوا قرار حاسم الفترة اللي جاية. كمان انتوا دايما موجودين ان انتوا بتحبوا تقفوا جنب الناس، او بتحبوا دايما ان انتوا ما بتشوفوش حد محتاج حاجة وتسيبوه، بالعكس. كمان الفترة دي عايزاكم تكونوا حريصين اكتر الحرص علشان خاطر ما تت يعني تكونوا احسن من الاول. انتوا حاسين بكتلة مشاكل او حاسين بكتلة سلبية على كتفكم او على حاجة معينة. كمان ما تزعلوش مني، انا عايزاكم تطلعوا من الوسواس القهري اللي هو اصلا مرض. الوسواس القهري يعني ايه؟ يعني حاجة كده بتيجي بتحكي لكم على حاجة معينة، تقول لكم في حاجة هتحصل، في حاجة. يا ريت ما تمشوش ورا الوسواس القهري وتحاولوا تعالجوا نفسكم بيه في اسرع وقت علشان المشاكل اللي انتوا فيها. عندكم شخص بيحبكم جدا، الشخص اللي بيحبكم ده هو ضعيف جدا معاكم، وبيحب دايما ان هو يسعدكم، فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي كويس جدا. عندكم حد في السن، الحد كبير في السن ده تعبان او مريض، دايما باله مشغول عليكم، بس هو بيحبكم جدا وعايز دايما يسعدكم، فخلوا بالكم من النقطة المعينة عندكم في حياتكم. في حاجة معينة عايزين تغيروها، لا اما تغيروها في حياتكم لا اما تغيروها في حياة الشريك. في حاجة كبيرة جدا انتوا مش قادرين تسكتوا عليها، او حاسين ان انتوا مش مرتاحين فيها، فعشان من ورا الحاجة دي حاسين ان انتوا شايلين الهم وشايلين المسؤولية، بسبب ان انتوا عايزين تجددوا في العلاقة او تجددوا في حاجة معينة. كمان الفترة دي هيكون في فترة تغيرات جذرية، في تغيرات جذرية في بعض الأبراج أو ببعض الحروف اللي عندك. ناوي تقطع علاقاتك بحد، مين اللي عندكم كان عنده حالة وفاة، لا إما أنتوا لا إما حد عزيز على قلبكم كان عنده حالة وفاة اليومين دول حرفيا، وزعل قوي عليه أو حس بالضغوط النفسية. عندكم واحدة ست بتستغلكم، عاملة صاحبة وعاملة حبيبة، وهي بتستغلكم بكل الطرق. خلوا بالكم ان انتوا اتظلمتوا من ناس كتيرة جدا، وجات عليكم فترة حسيتوا ان انتوا مش عايزين تتكلموا مع حد، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. كمان الفترة اللي جاية دي هيبقى فيها اخبار حلوة، بس بلاش تيجوا على نفسكم انتوا مستنيين رسالة او مستنيين مكالمة الفترة دي باكتر الفترات. في كمان عندك حب متبادل ما بينك وما بين شخص، بس في حاجة مختلفة، لا اما في سفر بينكم، لا اما في تغيير جنسية او تغيير حاجة معينة. الفترة دي انتوا عندكم بداية تحقيق او بداية حاجات معينة. خلوا بالكم كمان الفترة دي هيكون في تبشرات حلوة حلوة جدا. كمان انتوا الفترة اللي فاتت دي كانت دخلتوا في كذا علاقة، او كان في علاقات عندكم في حياتكم وما حسيتوش بالراحة، وحسيتوا بالضغط النفسي، او ما حسيتوش بالسعادة اللي انتوا مستنيينها. انتوا كمان ممكن تطلعوا اي حد من حياتكم اللي هو ما يكونش مهتم بيكم، او يكون هو مش حابب ان انتوا تكونوا موجودين. انتوا مشكلتكم ان انتوا عزة نفسكم عالية قوي وحساسين زيادة عن اللزوم، لو حسيتوا ان انتوا اتقال على حد ممكن تمشوا وتختفوا. كمان الفترة دي خلي بالكم ان انتوا عندكم دوخة او عندكم لغزة في قلبكم، ممكن يكون عندكم خبر حمل، او انتوا بإذن الله حملكم هيكمل على خير، او ممكن يكون عندكم شوية مشاكل في القولون فعشان كده بتحسين بالضغط، فخلوا بالكم الفترة دي.
البعض منكم عنده سفر، البعض منكم عنده ورق سفر هيخلص على خير، وهيكون في تبشرات حلوة بإذن الله. كمان انتوا الفترة دي ممكن يكون عندكم علاقة غامضة مع الشريك، او عندكم حاجة معينة، او حد بيتدخل معاكم في خصوصيات معينة. كمان الفترة دي انتوا حاسين بوقف الحال بطريقة رهيبة. وقف الحال ده هو اللي مأثر عليكم في الضغوط النفسية اللي انتوا بتمر بيها، او عايزين تجددوا في حياتكم. كمان الفترة دي هتطلعوا من اللي انتوا فيه، بس اهتموا بنفسكم، ودايما اقول ان انتوا ما تقفوش قدام المراية، او ما تناموش على البطن، يعني ما تناموش نومة على بطنكم ولا على ظهركم، وتخلوا بالكم من وقوف قدام المراية علشان الضغوط، وعلشان خاطر ما تتعبوش وتبعدوا عن التبعية والقرين بتاعتكم. عندكم اخ او اخت، الاخ او الاخت دول ممكن ما بيكون، يعني ممكن ماشيين في طريق غلط، مش لازم الطريق الغلط يكون غلط قوي، بس ممكن يكونوا بيعملوا ماشيين مع صاحبة او ماشي مع صاحب، ممكن يدل على الفساد، فخلوا بالكم. انتوا عمالين تنصحوهم بس ما فيش فايدة، ومحدش بيسمع كلام حد، بس انتوا عملتوا اللي عليكم بقدر المستطاع. يا ريت تطلعوا من اللي انتوا فيه. انتوا الفترة دي في كسل وخمول بطريقة كبيرة جدا. الكسل والخمول ده هو اللي عامل لكم الضغط النفسية عندكم. ان شاء الله كمان بإذن الله هيكون في طاقة ايجابية. خلوا بالكم ان انتوا عندكم اعتذار متبادل، في حد هيعتذر منكم او في حد هيتكلم معاكم. احرصوا كويس جدا. عندكم هنا مشكلة او عندكم حاجة هتتحل بينكم وبين برج الجدي الفترة دي. لو كان عندكم طرف ثالث، او كان عندكم مشكلة معينة بينكم وبين برج الجدي، هتتحل بإذن الله. كمان الفترة دي انتوا بالكم مشغول بورث، او بالكم مشغول بفلوس معينة، فالفلوس عندكم هيكون فيها تحسن الفترة اللي جاية. البعض منكم عمال يسأل على فلوسي، هل ترى الفلوس هتيجي، هل ترى الفلوس هيكون فيها تحسن. بإذن الله هيكون في طاقة ايجابية حلوة قوي في الفلوس اللي هتجيلكم الفترة دي. وزي ما بشرت لكم، زي ما بشرتكم بخير، ان هيكون الجلسة من نصيبكم، وهيكون في امور حلوة او تحسن، بس خدوا بالكم وخدوا حذركم. انتوا هيكون عندكم انتصار حلوة. عايزة اقول لكم كمان ان في حد، يعني حد من دمك ولحمك، حد بيستغلك عايز يأذيكم بأي طريقة، أو عايز يعني ياخد منكم، أو عايز ياخد مكانتكم، الله أعلم. فدايما كونوا حريصين من المقربين، وصدقوني محدش بيأذيكم أو محدش بيحسدكم غير المقربين. محدش يقول أنا أهلي ملايكة أو أهلي كويسين. ممكن يكون الأهل كويسين فعلا، بس عندكم حد من الدم ولحم هو اللي بيأذي فيكم، وهو اللي بيطعن فيكم. وما تنسوش طبعا ان انتوا تقولوا لي في الكومنتات مين اللي عمال يأذي فيكم. اتمنى لكم الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، وتكتبوا لي كومنت علشان بتشجعوني ان انا اهتم بفيديوهاتكم، وانزل لكم توقعات جديدة وحصرية. اتمنى لكم السعادة، ويا رب يكون تبشرات حلوة على جميع الاصعد لحياتكم الفترة القادمة.